مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بكم النهارده في حلقه جديده ومهمه جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر. النهارده حلقه مختلفه، النهارده هنتكلم عن مصدر، يعني وصفه الهيه، وصفه ربانيه. كلنا بنروح للدكاتره والاطباء عشان يوصفوا لنا وصفه طبيه، فاحنا بنختار الدكتور اللي يمكن علاجه او يمكن الكشف بتاعه غالي. ليه؟ عشان نطمن لما يدينا وصفه او لما يدينا الروشته، فاحنا مطمنين دكتور غالي يا عم، ده دكتور غالي، تمام؟ ما بالك بقى لما تبقى وصفه من الاله سبحانه وتعالى، تبقى انت المفروض، يعني مستغرب، يعني وصفه الهيه، وصفه ربانيه. ايه بقى الوصفه دي؟ الوصفه دي عسل النحل. ربنا سبحانه وتعالى انزل في قرانه الكريم يعني صوره كامله، صوره كامله باسم هذه الحشره النحل. فبيقول لك فيه شفاء، يعني فيه شفاء للناس، يعني انت عايز ايه اكتر من كده؟ وحاجه ملهاش اثار جانبيه، فما يكفي، بس يكفي ان هي من الاله سبحانه وتعالى. طيب مشاهدينا الكرام، خلونا نرحب الاول بصاحب او مؤسسه الامانه لتصدير النحل وانتاج العسل، عضو اتحاد النحالين العرب، الحاج محمد الشحات بدران. اهلا بيك يا فندم، ومنورنا في برنامج ابن مصر. اهلا بحضرتك. طيب كلمنا اكتر عن مؤسسه الامانه. مؤسسه الامانه، يعني ايوه، اخترنا الاسم ده لمؤسسه الامانه لان يعني يعني الاساس بالنسبه لها انها الاسم اصلا يعني الامانه. والامانه طبعا صعبه، بس انت حريص كل الحرص ان يكون فيه المنتج اللي هو الناس تستفيد منه، اللي احنا بالظبط. حضرتك لسه بتقول دلوقتي ربنا انزل فيه صوره صورة كامله، كاملة و في النحل. ويعتبر زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان النحل ده زي الملائكة بالظبط، ربنا اوحى النحل واوحى الملائكة الله، زي ملك. ايوه نفس فبتتعامل معاه كأنك بتتعامل مع الملائكة. لازم انك انت تاخد بالك قوي من المنتج نفسه، لان المنتج مش هو ده اللي ينقال عليه السوق ماشي كده او ايوه السوق كله كده ماشي كده زي نظام اللبن والكلام ده، لا هو ده نفس الموضوع. فمؤسسة يعني الأمانة أسسها والدي الحاج الشحاب بدران، وتنه حريص حريص، وعلمنا على إننا كل هدفنا إن إحنا نجيب المنتج العسل المظبوط اللي هو يعتبر بنقول عليه إحنا في شغلنا بنقول عليه الألف المميز، غذاء الملكات البلدي الطبيعي، كان بيخلينا نجمع من النحل غذاء الملك الطبيعي، ايوه أي منتج طبيعي، وفي نفس الوقت زرع فينا الحلال في الشغلانة دي، لأن هي دي فعلا هي دي الشغل الحلال، يعتبر الحلال الصافي اللي هو ما فيش أي لعب بالنسبة الا بقى بدأنا ندخل ونحط ايدينا بقى في الحاجات اللي التانية بقى. طبعا مؤسسة الأمانة الحمد لله يعني لا اسمها ولا كيانها بالنسبة لأمانتها بالنسبة ل يكفي الاسم بس. يكفي يعني الاسم. كل اللي محتاج شيء بيجي عليها ياخده. طيب الشباب عاوز يعمل مشروع ولا بيجي حضراتكم بتدعموا برضو الشباب؟ وفي ازاي بقى؟ عندنا بندعم الشباب اللي عاوز يعمل مشروع بيجي ياخد الخلايا والمعدات والنحل، وبناخد جميل الانتاج جدا. بتاعه وبنشتري، بناخد الانتاج بتاعه زكاة زي السوق، يعني انتوا بناخد بتدوم المعدات او الامكانيات وبرضه بتسوقوا لهم بنسوق شغلهم. كل ما شاء اي الله، منتج بنسوقه. جميل جدا. مؤسسة الأمانة يعني تصدير النحل، كمان تصدير، تصدير النحل يعني الإمارات والسعودية ده مش والكويت، انتاج محلي فقط أيوة يعني. ده طورنا بقى في تصدير النحل. برضو مؤسسة إنتاج عسل السدر وجميع أنواعه الطلحة والسمرة في طيب السعودية. خطوة التصدير جت ازاي؟ والله بالنسبة لخطوة التصدير جت برضه الأمانة في الشغل هنا في مصر، بمعنى إن أما كنا مثلا نشتغل في النحل عندنا هنا ايوه
فنعامل ربنا قوي في شغلنا. من ناحية نحل سليم متعالج، عسل كويس، ايوه طرود كويسة، واخد بالك؟ طرود كويس. ايه بقى الطرود دي؟ كويسة اللي هي الطرد اللي بيسافر بقى دلوقتي، في عندنا حاجة اسمها طرد أقرص ايوه اللي هو حضنة ونحل وشمع ويسافر الدول الإمارات. العربية. الإمارات طيب، انت حضرتك والكويت متصدر لفين؟ الامارات الإمارات والكويت الامارات والكويت. والسعودية، اللي الطرد اللي هو بنقول عليه طرد بالكيلو والمرزوم ما ده شاء الله. بنصدره للسعودية. طيب جات من ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك انه الاول جات اول كان حاجة جات محلي، الامارات. جات الامارات. الامارات الطرد اللي طرد الامانة معروف انه كان بسم الله ما شاء الله، اللي يعتبر افضل طرد موجود بالنسبة للنحل، سليم متعالج تمام. ايوه فأنا كنت على البرواز، كان برواز لازم تكون عندي برواز جديدة كلها، تمام. كنت ادي اكل شيء على البرواز كده. فيجي اي واحد مثلا من الناس تاخد طرود تصدرها بره، بدات الايه من هنا طرد ثبت وجوده وحاجه كويسه، بدا يعني برضو الأمانة، الاتصال. ايوه الأمانة هي الامانه اللي جت وصلتكم وصلت للتصدير. ايوه ما شاء الله. واخد بقى اسمع يا مسامة. الله يخليك. السعوديه نفس الوضع، جميل. السعوديه نفس الوضع، يعني بدانا لا، السعوديه. ودول يعني كبرى، لا بسم الله ما إمارات شاء الله. بقى، لا اصل هو كويت، سعودية. يعني كتصدير طرود وكلام من ده، يعني هو طب تصدير هو في الطرود سؤال معلش، هو طب يعني في الدول دي مفيش منافسين او بنفس يعني في الدول دي مفيش نحالين او شركات زي حضرتك؟ في شركات مجموعة، يعني بس ده ما شاء الله يعني احنا كده. مجموعة كبيرة بنصدر، مجموعة كبيرة لا بتصدر انا بس اقصد هناك هناك لا اصل هناك شركات في الدول العربية يعني السعودية، محدش امارات، يقدر يعمل بس نفس مش الانتاج المصري. المصري، ما شاء الله. محدش يقدر. ان مصر بتنتج نحل وعسل بكميات كبيره، فمع هناك النحل بيجيبوا منه العسلة الصدر ويموت، يبدا يموت ونرجع تاني نسكنه على الموسم اللي بعد منه، نحط له نحل تاني، لان نسبه يعتبر الارض او المناخ. الرحيق او المناخ اللي موجود طب هو هناك. في المعنش، هو النحل مثلا في العسل بيتغذى على ايه اكتر حاجة؟ يعني في اللي هو العصافير بيتغذى على ايه؟ هل هو بيتغذى مثلا على رحيق كذا، او هي اليرقات بتتغذى على ايه اللي هي الصغيرة لسه؟ أو يعني دي مش انا عايز اوصل لنقطة ان هو هل يعني يمكن عشان الغذاء او ان الدول دي فيها بيئة صحراوية اكتر، فده اللي مش بيخلي لا هو الموضوع بينجح هناك؟ الموضوع كله ان انت بترسل النحل للدول ديت، بترسله يعتبر بالملكة، بس بالملكة. بالملكة هو ينزل هناك براويز، تبدأ الملكة تشتغل. مجرد ما تشتغل بدأت تبدأ يا دوبك هتعمل حضنة عشان يرقات صغيرة دي تيجي تاني، ايوه يبدأ النحل يخش على الايه، على العسل. ومجرد ما ينتج يدخل على بقى. العسل تبدأ الملكة تقف عن البيض، لأن نسبة حبوب اللقاح هناك ضئيلة جدا. ضئيل. فتبدأ اللي يشتغل. ولذلك عشان بس نكون واضحين، ما تيجي تسأل عن عسل ايوه المصري والعسل العربي مثلا او بتاع الامارات السعودية او أو الإماراتي أو ايوه تقول اي ده العسل السدر، ده معروف انه العسل السدر ده 100% وتمام، والعسل المصري القيمة الغذائية بتاعته اعلى من اي يعني عسل. حضرتك عايز تقول انه العسل السدر من مصر ده معروف يعني اللي لا هو سدر بقى من بره، خليه من بره، وفي من مصر بس انا بقول ان ايوه العسل المصري القيمة الغذائية بتاعته اعلى من اعلى. لان نسبة الحبوب اللقاح عالية جدا في العسل ده بقى يخلي، ده اللي المصري. بيخلي الدول العربية تبقى في إقبال على المنتج على المصري. المنتج اللي هو النحل. لا هو بياخد النحل النحل بياخد لكن النحل لكن وينتج عنده. ينتج عنده، ينتج السدر، ينتج الطلح، ينتج المجرى،
السمرة، جميع أنواع، يعني أنواع كتير في العسل هناك. بالنسبة دي مؤسسة الأمانة. تمام. طيب لو احنا معانا دلوقتي او قدامي دلوقتي علبة عسل ب 200 جنيه، وعلبة مثلا وليكن ب 50، هل يشترط ان اللي ب 200 جنيه دي هي الافضل، ولا السعر مش شرط، او ايه المقياس؟ لا، عمر ما كان ارتفاع السعر اه بالذات في العسل عمره ما كان هو بس المقياس. عندنا في مصر بيقول لك الغالي تمنه فيه. لا لا، عمر ما كان ارتفاع السعر هو المقياس. اه لسبب، لان طبعا انا ارتفاع السعر ده ممكن كراجل محترف في المهنة وشغال وعنده مناحل كبير، وبيصدر. هو لا، ومنع خلي التصدير، اصل التصدير ده له ناس معينة، اه يعني ما هو هو مش اي لا حد يصدر، مش اي اي، لا حد يعني يبقى او احنا بنتكلم على منتج بينتج العسل وبيبيعه، اه يقول لك اصلا انا عسلتي 100% فلذلك غالية. لا لا، ما هوش عمره ما كان مش مقياس. مقياس لكن السعر. الراجل المحترف بيبدأ يحسبها حسبة تانية. بينتج طرد، ايوه طرد بيبيعه بفلوس. تمام، بينتج غذاء ملكات بيبقى بيبيعوا بفلوس. فلوس، يعني مثلا كيلو غذاء ممكن يتعدى 6000 جنيه النهارده، الكيلو غذاء الملكات. 6000 جنيه. بينتج حبوب لقاح برضه بفلوس. بينتج سم النحل، سم النحل. سم النحل لا وضح لي النقطة برضه، دي. يعني سم النحل ده طبعا يعتبر اقوى مضاد حيوي، وفي نفس الوقت بيعالج الروماتيد. وده اللي النحلة لما بتقرص، ايوه بتموت بعد منه، لأن ما ينفعش إنها تقرص وتعيش. وما تعيش، لأن لو قرصت واتنقلت قرصت واحد تاني اه فكده عدو. المرض لده. سبحان فسبحان الله، الله، يعني دي نعمة إلهية، يا سبحان الله، سبحان يعني الله. تمام، فهي يعني هي النحلة لو قرصت تموت لو بعدها على قرصت طول. تموت. فاحنا بدأوا إنهم يستخرجوا، إعجاز ولذلك إلهي، سبحان الله. يستخرجوا سم النحل ده من الشمع نفسه. ولذلك احنا عندنا في السعودية او في مصر بيعرفوه ازاي ان ده سم وده عسل؟ هو نفس لا، اللون يعني؟ السم، سم النحل ده اللي هو يعني في المؤخرة بتاع النحلة، ايوه ساعة ما بتيجي تقرص تقرص. بتبقى نقطة كده. اه فجينا الحمد لله بقى في جهاز كان الأول بتقرص النحلة وتنزل السم بتاعها وتموت، يعني وتموت. بنجمعه على هذا الأساس وتموت. فده فبالتالي كان انت خسرت ال... اه ال... بيقلل من الطايفة بتاعة النحل. بالظبط. فبقى دلوقتي موجود جهاز بذبذبات معينة كده، انه يسحب يخليها تنزل تنزل السم السم وما تموتش، وهي تفضل حتى موجودة عايشة التكنولوجيا وشغالة. برضو أيوه، في جميل جدا. لما تيجي مثلا الشمع في السعودية، في الشمع البلدي ايوه اللي هي الخلايا البلدي دي، النحل بيفرز الشمع ده من جسمه، ولذلك بيفرز عليه سم النحل. ولذلك الشمع لما بتمضغه بس مفيد جدا، ده الشمع. إذا كان للمعدة ولا للسنان، ولا يعني مفيد جدا لكل شيء. طيب نرجع بقى المقياس اللي هو، فطبعا اه من دلوقتي يقول لك اصل انا عسلتي كذا ولازم يبقى سعرها كذا، كذا. اه اصل وده حاجة ماشية كتير في الموضوع الايام دي. يقول لك ايه، انا رحت ادي لزبون عسلة وبقول له العسلة ديت ب 30 جنيه، قال لا لا لا، ده العسلة ده فيه ب 100 جنيه. رحت اه غيرت العسلة في نفس في برطمان تاني نفس العسلة ورجعت له، انت عاوز ب 100 جنيه اهي، طب ما ده هي نفس سبحان الله. العسلة. طب المقاس يبقى ايه بقى؟ واخد ده بالك؟ بما ان انت حضرتك في ال في ال المقياس بالنسبة لنا زي ما قلت لحضرتك ان الراجل المحترف، يعني اسم مؤسسة مثلا، اجيب من مؤسسة مضمونة المهم ليها سمعة حلوة بتصدر. الموضوع مش موضوع برضو، يعني الموضوع كله في الشغل بتاع النحل ده، او في زي ما قلنا في الاول، اهم حاجة ان احنا نعامل ربنا ونعم بالله. ونعرف بس ان لما ربنا قال، ما ايوه قالش ان العسل ده اكل
ولا قال علاج ولا قال ميه بسكر ولا قال الكلام ده قال ده. شفاء. اول ما قال شفاء على سبحان طول، الله. يعني يعني قال لما اتكلم قال شفاء على طول. فدي بقى له ده لسه مش علاج مجرد انت ان هتاخده. مش هو واحد يقول لك اي ده العسل بتاع ده يعالج يعالج الكلام ده كله كلام ما حدش يقول الكلام ده. هو ربنا لما قال قال شفاء، فتعامل على هذا الاساس. انا ولذلك دايما اتكلم مع النحاله او الناس اللي هي قريبه قوي، بقول لهم اما تحب تتفنن او تحب شغل دماغ. تشغل دماغ شغلها في الطرب، شغلها لكن بعد عن العسل، سيب العسل ده. الطرد ده عاوز تغذي النحل عشان يجيب لك انتاج طرد كويس، ما فيش مشكلة مرة واثنين وثلاثة، بيع مرة واثنين وثلاثة في الطرد ما فيش مشكلة. لكن في العسل لكن لا. في العسل فارمل اقف هنا عند العسل، هات انتاجك. يعني حاجة جميلة جدا لما يجي واحد يقول لك لا ده انت عسلك الف مميز، طبعا تحس ان انت حاجة حاجة. لو انتاج، ولو لو انتاج، لو التاني هيجيب خليته تجيب 10 كيلو عسل وانت خليتك تجيب كيلو، لا الكلمة دي نفسها، لانك انت الاول عملت يا ربنا، ريت كل الناس تفكر بنفس ما عقلية عملتش ده. حضرتك يعني الله يخليك. للأمانة يعني. تيجي طبعا واحد مثلا عنده 50 خلية، عنده في الحدود ديت، فالانتاج بتاعه قليل، تمام. فعشان يجيب المصروف اللي هو صرفه والكلام ده ما يقدرش ان هو مثلا يبيع منها طرد، يبيع ينتج منها غذاء ملكات بكمية، ايوه. ينتج منها طرد بتاع ده حبوب لقاح بكمية، فبيضطر ان هو يرفع في سعر العسل بتاعه. ودي الموضوع اللي هو بنقول عليه ان السعر هو المقياس. السعر هو المقياس. لا عمره ما كان السعر المقياس. المقياس ابدا. في نفس الوقت انا كراجل صاحب مؤسسة او شركة العسل، موضوع تسخين العسل او غليان العسل او خلط العسل بعسل تاني وتسخينه، عشان يعني ايه خلط العسل بعسل تاني؟ يعني المقصود بيبقى عسل نمرة اولى ايوه. يخلطه بعسلة تانية، لان طبعا سبحانك يا رب من بالنسبة للأولى اللي هي تمام، مجرد ما يجي يعمل لها حمام تسخين اللي هو الغليان، كل ده بيعمله ليه؟ عشان يجاري السوق. طب يجاري تجاري السوق وتسيب يعني هو وتسيب بيسخن ربنا؟ عشان يعني يزود الكمية مثلا، لا، ولا عشان ايه بقى؟ بيسخن عشان اما ينزل الماركت او المول ايوه او يفضل طول السنة العسل سايل. سايل. فثقافة الناس الزبون او الناس دي ثقافته ان العسل اللي بيتجمد ده مش كويس، وده غلط. فبيضطر بقى ما بيضطر لصاحب الشركة او الناس ديت يسخن. يعمل عملية تسخين او غليان للعسل. فلو لو غلى العسل المظبوط لونه يتغير، فما يقدرش ينزل السوق بو السوق. طب بيضطر يعمل ايه؟ يخلط عليه عسل عسل من تاني. التانية اللي هي تعتبر تغذية بس، سكر بس لونها فاتح ومفيهاش الخصائص ولا الانزيمات اللي هي ربنا يعني قال عليها. ولذلك لما يغليها ويضيفها ممكن يحط طن اولى على 2 طن تانية او على 3 طن تانية. طيب. الاولى دي مثلا وليكن في جملتها مثلا ب 30 جنيه، التانية دي ممكن ب 17 18. طيب الانتاج لو العسل عنده طبيعي، تمام كده؟ هو العسل الطبيعي اصلا ممكن يتجمد؟ ايوه طب لو اتجمد بقى، هو انا عارف انه عسل طبيعي، اعمل ايه انا؟ الجمد انا كزبون وليكن. الجمد اولا ما هو كثقافة عسل لو انا وكأكل سخنته عسل، كده هيفقد زي حضرتك ما قلت لو القيمة أكل بتاعته. ثقافة عسل وأكل عسل. ايوه. أنا عندي عيالي ما بتاكلوش اللي هو متجمد، ويبقى متجمد حتة واحدة ده كده افضل يعني زي غذائيا. نظام السمنة كده. أنت عاوز بقى في بيتك وأنت اللي عاوز تاكله ساي، بنجيب مية سخنة ايوه. والبرطمان بتاع العسل ونحطه فيها بس على خفيف،
كده ما يفقدوش. لكن انا اصل ايه يفقد اسخنه القيمه بدرجة الغذائيه بتاعته؟ درجة الحرارة اللي عليه، درجه الغليان، الغليان. لانه عشان طبعا العسل ده ينزل السوق، طبعا الغليان مع ال لكن انا بغش مع الناس. فبيكسر سكروز، حتى لو جيت تحلله ينجح تحليل. ايوه. ده غير ده دي سكه غير العسل المصنع من بابه، واخد بالك؟ وده في السوق موجود. يعني ايه عسل مصنع؟ عسل مصنع ما شافش نحل ولا دخل النحل ولا الكلام ده كله، وينجح تحليل لكن ما يعرفوش اللي هو اللي هو صاحب الايه النحال المهنه. الخبر او بس الفهم. ارجع واقول ان انا نقدر، طب المكونات بتكونوا ايه يعني؟ لا بتكون انا مكونات العسل المصنع. ممكن اكذب عليك في موضوع المصنع لان انا ما اعرفش مكوناته، لكن اللي اقدر اقوله عشان نصيحه لكل واحد، اذا كان تاجر او نحال يتقي او ربنا. لا او او واحد زبون بيشتري عسل، ايوه. دايما الحاجه اللي الطبيعيه بتاعت ربنا زي ما احنا قلنا اللي هي وليكن غذاء الملكات، غذاء الملكات تحطه على بشره الايد كده، ايوه. تخلي تلاقيه ان هو، ولذلك بيعملوا منه حاجات كريمات للبشرة للتجميل والبشره والتفتيح وكده. والكلام ده. نفس الوضع العسل، العسل طب الطبيعي انا ايوه، النقطه دي اللي عايز اجي لحضرتك فيها، اعرف ازاي ان معايا عسل اهو، اعرف ازاي ان ده طبيعي ولا مغشوش؟ الشائع فوق الشائع وكل الناس بتتكلم فيه، بتقول لك اصل ان طرق كتير يقول يقول لك لك عود ولا ومش كبريت عارف ومش ايه. عارف ايه. طب هات عود الكبريت وحطه في المصنع، هيولع. حطه في السليم هيولع. برضه طيب هات هات برضو الفاين وحط عليه العسل السليم والعسل، هتلاقي النتيجة كلها واحد. لكن برضو زي ما طب قلنا تنصحنا في بايه؟ ده اعرف العسل ازاي؟ بالظبط ايوه. برضو نفس الوضع، هات شوية عسل حطهم على ايدك. حطهم على ايدك. ايوه. العسل لو ايدك شربت العسل، ده العسل الطبيعي وبعد ده. شوية بعد شوية لمست ايدك كده او اتكيت على ايدك كده والعسل ما طلعش معاها، ايوه، يبقى ده طبيعي. يبقى ده طبيعي. اما العسل المصنع، اعزائي ولذلك بعدها المشاهدين، دي الوصفه اللي تعرفوا بيها ودي العسل. لاي واحد ما يعرفش، يعني اي واحد بالظبط. نفسه، يعني حتى الزبون اللي هو رايح لا، سؤال يشتري اللي هو شائع مش عارف. وبيتسأل كتير. لا اصل كل اللي شائع والكلام ده بيقول لك ده عامل عود كبريت، لا ايوه هات قلم مش عارف ايه، بالظبط. لا كذا، لا لكن هي دي اللي تعرف اي واحد حتى المستهلك. في صور برضو معانا على الهواء. ده ايه؟ ده الصدر الجبلي، صح كده؟ ايوه ده ايه بقى؟ دي تمر، ثبت لي. ايوه، دي ايه؟ دي تمر، دي تمر تمر يعني. الامانه، كنوز الامانه. ده يعني انتوا بتصنعوا برضو تمر؟ التمر بنعبي التمر ونوزعه. ما شاء الله. تمام. دي في مصر ولا كانت في الاقصر. ايوه في الاقصر؟ كان معرض عسل في الاقصر. لا، انت على مستوى الجمهورية بقى. ما شاء الله. كنت ناوي هعمل زي عملية استثمار بالنسبة للأقصر، لأن الأقصر ربنا كرمنا فيها بأن فيها العسل، ايوه. فيها العسل السدر اللي هو النبق. النبق يعتبر العسل السدر، وكان حالة في الأقصر إن حالة قليلين، فدخلت هناك لفترة وفكرت إنني أعمل عملية انطلاقة من الأقصر نفسها. هو الصعيد وسألت عامة تقريبا ما لاقيش انا شركات عسل كتير في لا الصعيد، شركات عسل في مناطق في الصعيد بس مش زي يعتبر الوجه فيها ده، البحري يعني. لكن الأقصر أو عامة يعني هي دي الأقصر بالذات. الأساس. ايوه، وقنا فالنحالة فيها يعني نسبة، قليلة. حتى المناحل تبدأ من 50 60 خلية، لكن لما تيجي تنزل مثلا زي بلد عندنا، يعني النحال اللي هو على قده خالص ايه. 500 خلية مثلا، اللي هو كده تلاقي مثلا 1000 خلية 2000 طب خلية. حضرتك كم خلية في المؤسسة؟ والله يعني يعني تقريبيا فرنجي كم كده؟ بالنسبة لي يعني انا مانيش معتمد على النحل كأساس. لكن ممكن في حدود 2000 2000 زي ما شاء كده. الله. لان انا بالنسبه لمحمد كشخص معتمد على التصدير في الوقت الحالي يعني. لكن تصدير. المؤسسه كراستها بالنسبه للنحل 2000 2000 وشويه زي كده.
فكنا عاوزين نعمل زي بقول لحضرتك تمام. الموضوع طب الانطلاقة استأذنك، ايه دي بقى؟ ده الطرد اللي هو قلت لحضرتك اسمه الطرد المرزوم. ده بقى، ده الطرد بقى، ده ده الطرد يكون جواه النحل ده ولا؟ أولا بتبدأ الموضوع ده بيبدأ من البوكسة، من أولا من إنتاج الورشة عندي، ايوه. التجهيزات بنجهزها عندي، لا ده كمان البوكس حضرتك بتنتجه برضه؟ أيوة ما شاء الله الورشة. ما شاء الله. وبعدين تمام نيجي بعد نبدأ نطلع نعبي النحل ده بالكيلو، ايوه. يتجمع نجمعه ونبدأ نعبيه بالكيلو، بالكيلو. أيوة. ويسافر، يسافر ده بيسافر السعودية. تمام. طب والصورة دي، الصورة دي كان ده من معرض لاتحاد النحالين العرب، ده فين بقى المقر بتاعه؟ ده كان عندنا على طريق المحلة الكبيرة. ايوه. الصورة اللي وراها يمكن دي اللي هتيجي وراها ديت، ايوه لكن دي وده أخويا الحاج سيد ماشي. برضو، ده ايه ده بقى؟ ده ورشة النجارة وده إنتاجها اللي هو تصدير معدات النحل. دي خلايا بتسافر إن شاء الله. دي تمام. عندك أنت في صورة تانية اللي هي ثابتة ورا الصور ديت. طب نقلب كده، بعد نقلب الصور بعد اذنكم. دي لا نقلب برضو. دي كان اللي هناك، دي دي ايه كان دي؟ دي برضو ايه دي بقى؟ دي ده فين؟ المعرض بتاعي في السعودية في مهرجان العسل، في ما شاء الله. رجال ألمع اللي هي في الجنوب. ده كان إنتاج العسل عندي، والحمد لله في سنتها أنتجت أكبر قرص عسل ايوه سدر في العالم، ما شاء الله وهو اكبر. له صورة موجودة هنا اللي ايوه هي انا شفت اللي على الشاشة ورا بالظبط. تمام. ده. ده طبعا دول اماراتيه ولا ده كويتي اللي هو كويتي؟ النحادي ده، ده جايين بقى في المؤسسه في مصر جايين ولا فين؟ عندنا في المزرعة اللي فيها النحل في الجبل. ايوه. طبعا كانوا جايين يتفقوا على شغل تصدير بالنسبة لمعدات ونحل، و لا ده كمان هم بيجوا من الكويت لمصر عشان بيجوا منتج حضرتك. بيتمنوا انهم يجوا يقعدوا مع مؤسسة ما مع شاء الله. نقال. ليه؟ تمام. يعني في مقولة معروفة هناك كده يقول لك احنا بنعتبر ايوه. الحاج محمد ده ما يعتبروش مصري، بنعتبره ولا نعتبره سعودي بالنسبة عربي. بنعتبره سعودي. ايوه يعني هو بالظبط. يقول لك الراجل ده صادق مش في من صادق، مع عهدنا عليه الصدق والأمانة والشغل فنعامل ربنا الأول قبل كل حاجة. دي بقى اللي حضرتك قصدك عليها؟ لا تمام. دي دي بقى بالنسبة لديت، دي برواز حضنة، دي اليرقات اللي هي اللي مقفولة ديت، ايوه. بتبقى الملكة تبيضها تبيض، وبعد كده بعد البيضة تبقى يرقة، وبعد اليرقة تقفل كده تبقى الحضنة اللي هي هتطلع النحل الصغير اللي يزود الطايفة بتاعي. تمام. ده إنتاج عسل السدر، وأفضل عسل سدر ايوه كان في السعودية. ما شاء الله. طبعا ده مش إنتاج عسل براويز من اللي حضرتك شفتها، ده إنتاج عسل خلايا بلدي برضو، هيبقى يعني أنا في صورها موجودة دلوقتي. ايوه أشوف الإنتاج بسم الله ما شاء الله. ما إنتاج شاء الله. ده يعني الكيلو ده بيعمل بيبدأ من ده طبق ده كيلو صح؟ الطبق ده بيعمل من 2 كيلو وكيلو ونص، 2 كيلو بيعمل له من 400 ريال زي كده. عندنا في عسل هناك اسمها عسلة حضرتك المجرى، ده بيتغلف فين؟ انا اصلا اعرف ان العسل بيبقى علبة، فالخام ده الصدى ده إنتاج نحل بلدي، ما تحطلوش شمع صناعي ولا شيء، النحل فرزه من داخله، الشمع ده من النحل نفسه، فلذلك ده بيبقى يعني عسلة ما فيش. خام. وبعدين اللي دي بالذات النحل جه من مصر بالكيلو زي ما حضرتك شفت كده، بالكيلو زي كده نزل الخلية فاضية ما فيهاش حاجة، تمام. طلع على الشجرة على طول، طلع جاب من السدر مباشر، لا اتحط له ميه بسكر
ولا ولا اي حاجه خالص، اي حاجه ابدا، يعني لا تدخل للبشر حتى، ولا حاجه ابدا. طبيعي. فلذلك تلقي العسل بسم الله ما شاء الله شكلها في الصوره طيب ممتازه. نبدأ في، يعني عند حضرتك السلالات، بتختلف السلالات من سلالة لسلالة، بتفرق في الإنتاج؟ والله هو يعني عندنا مثلا دايما اللي هو موجود واحنا كلنا كنحالة أيوة بندور عليه اللي هو الكورنيولي. النحل الكورنيولي بتبقى من صفاته مثلا عسال، حضان، بيحضن طبعا، حضن او خبرة حضرتك طويلة فانت عارف. وبعدين الملكة بتاعته بتستحمل المناخ اللي موجود او الحاجة. نيجي للإيطالي، الإيطالي كويسة وتمام في إنتاج كنحل، يعني إنتاج نحل، لكن المناخ نفسه ما بتستحملش المناخ. بالنسبة فيه قوقازي وفيه اللهم صل على النبي قلنا بتاع الإيطالي. الهجين، الهجين ايوه الهجين ده يعتبر الهجين يعتبر كويس بس شرس، شرس جدا، شرس. لكن في إنتاج العسل طيب في نقطة ممتاز. ان هو شرس، ايه الادوات اللي بيستخدمها النحال لما يدخل جوه يجيب العسل او والله بالنسبة كنحال، كنحال مع النحل إن شاء الله مش محتاج أدوات. مش محتاج ادوات؟ دايما النحل ما بيتجهش ويهاجم، مش هجوم يعني، ما يهاجمش الا اللي خايف، اللي خايف. اللي خايف ما يهاجمش الا بيتعامل معاه معاملة مش كويسة. يعني انا يعني معلش ايه معلومة مش كويس؟ مش كويسة، انا داخل على الخلية افتحها بقى، افتح الخلية بالراحة ايوه وانا بطلع البرواز اطلعه بأدب وبالراحة. لا 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 ده هو كده، هو كده يعتبر مخلوق حساس اي لا جرح، بيفهم. لا ملكه يجرى لها حاجه ولا نحله يجرى. ولذلك دايما اقول لهم موضوع النحله ان واحد قابله نحله يموتها، قابله انه ده حرام عليك، يموتها مش دي ازاي؟ روح، تمام دي روح طبعا. حرام عليك، هتنساها ما عملت لك عشان انك انت تموتها. ده لا ده بتنتج يعني عسل فتيجي نحل. مثلا واحد نحال او ما لسه مبتدئ بيفتح الخلية، يفتح بطريقة مش كويسة توصل ليه، لازم النحل يتنرفز ويطلع أوي عليه. ولذلك يمكن القرص اللي بقول لحضرتك عليه أكبر قرص ده، أنا يعتبر ما كنتش يعني بنزل النحلة إلا بالطريقة الموجودة دي، والأكبر قرص ده كان متسكن له. إحنا لو تسكن طردين، طردين من كيلو وربع للخلية تجيب مثلا 3 كيلو عسل سدر، ايوه الأقراص دي اللي هي الكبيرة ديت متسكن لها 36 طرد من كيلو وربع. هنشوف الخلية. طب أما تتخيل إن خلية ممكن تقول بتهاجم وهي فيها من طردين 2 من كيلو وربع، طب ما بالك خلية فيها من 36 طرد، يعني معنى عدد كبير. بنقول عليها طبليتين نحل، هتعمل ايه؟ ومع ذلك في القرص اللي كان موجود كنت بتعامل من غير اي حاجة من غير اي خالص. حاجه خالص. فالادوات بالنسبة بس ده طبعا للنحال مش مع اي حد يعني، يمكن حضرتك لا، انك اللي بيخاف، خبره لكن فانت عارف الادوات يعني. بالنحال بيبقى فيه حاجة اسمها المدخن، فيه القناع، البتاع الكبير ده بيتلسع الدماغ. القناع اللي هو ده، وفيه المدخن بتحط فيه مثلا اي ورق وكرتون اي حاجة ويتدخن بيه، بيبقى عملية زي عملية ايه، تخدير او تغيير لريحة اللي داخلة. يعني انت لو داخل مثلا ايديك ليها ريحة مثلا معينة كبرفان اي شيء من الكلام ايوه ده، بيبقى بدأ يغير الريحة، لان النحل بيجي على الحاجات دي يبدأ يهاجم الحاجات دي فبيبدأ يغيرها وتبدأ تشتغل انت في الخلية. حتى ممكن ان انت حتى بمعاملتك مع الخلية
ممكن ما يحميكش اي حاجه من الحاجات دي. تبقى قشرة يعني. الحاجات دي ما تحميكش منه، يعني المدخن ما يحميك، ممكن تفضل تدخن بالدخان ايوه وبرضه لازم لان انت ما بتتعاملش معها كويس. بتنرفزه يعني. ايوه. تمام. طيب ازاي بتلعب صناعة النحل في زيادة الدخل القومي بما ان حضرتك بتصدر بقى دول بره دول عربية؟ هي بالنسبة عشان بس بالنسبة تعتبر من أكبر الدول، وهو يعتبر محدش بينافسها، مصر في إنتاج الطرد، تمام. في إنتاج الطرد. وطبعا ما بتصدر النحل مثلا الدول العربية والمعدات والكلام ده، فبيجي لك عملة صعبة من بره، شركات طيران شغالة، كل يعني حاجات كتير بالنسبة للعملة الصعبة دي، لأنها بتدخل عملة صعبة كبيرة جدا، مليار 2 مليار زي كده بالنسبة تمام. لموضوع تصدير النحل أو العملة الصعبة اللي بتدخل البلد. تمام. طيب قلت لي حضرتك انك انت بتفهم النحل، أنا بتكلم عن النحل، بتتكلم عن النحل. وضح لنا النقطة دي. قلنا الكلام ده، قلنا إن إحنا لازم نتعامل مع النحل بأدب، وفي نفس الوقت أما تنزل النحل وتفتح النحل وتشتغل في النحل. طب ده يجي منين؟ يعني ده يجي من الوقت مثلا، من الخبرة، ولا هو مثلا أي مكان في نحل دلوقتي هدخل ولا اتعاملت معاه بهدوء مش بيجي من هيأذيني؟ كلام ربنا، إيه؟ بيجي من كلام ربنا، من كلام ربنا، مجرد ان ربنا اتكلم وقال كذا كذا، يبقى لازم اتعلم الادب مع النحل، واتعلم انني ما العبش في منتج النحل او عول اي لا، ما الناس كلها بتغذي ده، الناس كلها مش عارف ايه، ما الناس كلها بتفرز، ما الناس دي كلها بتفرز تانية وتالتة لا، انا بغلط في حق النحل غلط كبير. وفي نفس الوقت انت بتقول، انت بتتكلم، انا ايوه كمحمد مجرد ما بنزل النحل بنسى الاكل، بنسى الشرب، بنسى اي حاجة نقطة موجودة. جميلة جدا. فممكن يعني استاذنك نطلع فاصل كده بسيط ونرجع نوضح للسادة المشاهدين النقطة دي. يعني هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيتكلم في النقطة اللي الاستاذ محمد قالها او اضافها. بعد الفاصل وهيتكلم في نقطة السمن. فحضرتك يعني لو دلوقتي انا دلوقتي دخلت عند النحل والنحل قرصتني دلوقتي، تمام، المفروض السم ده سم يعني لا مش سم، اخاف يعني ولا لا ليه، اعمل ايه؟ السم ده علاج، السم ده علاج. علاج، علاج يعني. وطبعا في سبحان الله، مراكز سم كتير، علاج. ايوه مراكز كتير بتعالج بسم النحل، وشركات أدوية كتير بتضيفه على كريمات التجميل والحاجات ديت، وبتضيفه على الأدوية، لأنه هو يعتبر أقوى علاج بالنسبة لا قدر الله روماتويد، لو في سرطان، لو الكلام ده بالنسبة لسم النحل. تمام. طيب انا دلوقتي لو انا حبيت مثلا وليكن اربي مثلا في انا في بيئه مثلا زراعيه وحبيت اربي على قد كده ابقى انا حال صغير، أيوة. ايه بقى البيئه اللي انا هحتاجها مثلا؟ المناخ؟ والله موضوع البيئة، يعتبر البيئة بالنسبة لمصر كلها البيئة كويسة طالما فيها، لأن فيها الزراعة وفيها الأرض، فيه الخير بره في الأرض. فالنحل بمجرد ما فيه خير بالنسبة لبرسيم، لذرة، لسمسم، لقطن، للكلام ده كله، فأي منطقة إن شاء الله كويسة. متاح. وبعدين بتيجي أنت تعمل نحل، بتعمله مثلا في من شهر 2 كطرد، بنقول عليه طرد، بتاخد الطرد والطرد بتغذيه ويكمل براويز، وتحط له براويز جديدة لغاية ما يظبط حاله. وتيجي أنت قبل الفرزة أو قبل موسم الفيض،
وتوقف التغذية على أساس إن إيه النحل يبدأ يسحب الخزين اللي فيه لتغذية الإيه اليرقات، يبدأ يخش معاك على البرسيم، مفيش على البرسيم، على الرحيق بس، فيطلع العسلة بتاعتك طب فعلا اللي مميزة. داخل اللي عايز يعمل المشروع ده وخايف قلقان مش عارف تنصحه بإيه؟ أولا احنا مشروع أولا بالنسبة للمشروع دايما احنا بنعمل دورة تدريبية للي بيعمل مشروع، ولغاية النهاردة تبص تلاقي في ناس ونحالة ونحالة كبيرة، وبالتليفون والله النحل بتاعي فيه كذا كذا أعمل له إيه؟ طب مفيش مشكلة أما تسأل، والمشروع بسم الله ما شاء الله مشروع جميل جميل جدا ومربح، و أي حد يعمله سهل يعني. بس يمشي ما يرضي الله. طب حضرتك قلت لنا دلوقتي انه لما انا سألت حضرتك قبل الهوا عن موضوع هل العسل ليه تاريخ انتهاء بيبوظ يعني او بيفسد العسل بالنسبة بيفسد للعسل زي ما قلت لحضرتك ايوه موضوع تاريخ الانتهاء، هنسيب العسل زي ما، لأن أولا احنا معظم منتجات النحل كانوا بيستخدموها في التحنيط زمان، وزي عندنا البروبليز ده لو نحلة مات، لو في حشرة أو في أي حاجة غريبة عن الخلية وماتت في الخلية بيبدأ النحل يفرز عليها البروبليز على اساس انها ما تعفنش وتطلع ريحه في الخليه. فطبعا العسل ما فيش حاجه اسمها انه له مده صلاحيه الا اذا في حاله ان انت عرضته للشمس لاشعه شمس، ايوه فيبقى بدل ما هو علاج بقى سم. لو علاج بقى سم بقى سم يعني انت بدل ما لان يعني لو انا حطيت علبة مثلا في الشمس او درجة حرارة عالية فهي كده لو انا خدت منها ده انا كده بسم نفسي ايوه لان في حاجه في التحليل بيقول لك اسمها في اتش بتعلى بالنسبه للعسل، ايوه تقوم بتتقلب من علاج لسم لماده سامه. لا حول ولذلك حصل معايا نفس الموقف ده، لان درجه الحراره بالنسبه للسعوديه درجه عاليه جدا، فحصل معايا الموقف ده اذكره ان ناس جت بتبيع لي العسل، تمام فما ما رضيتش اخده ولا بفلوس يعني ازاي. فجه الراجل اللي هو معايا شريكي راحوا له من ورايا فاخدوا العسل منهم، فجيت بقول له انت يعني ما انتش بتعرف في العسل ولا ايه؟ قال لي ليه ده عسل ممتازه. قلت له خلاص بيني وبينك التحليل. تمام بشكر حضرتك جدا جدا الله يا أستاذ يخليك، محمد مؤسسة أمانة، بنشكر مؤسسة أمانة بصراحة الله يهنيك، أفدتنا كتير يعني، الله وأنا عارف إن المشاهدين الله استفادوا من يخليك، حضرتك، وبشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم لينا، ويا ريت تتابعونا على السوشيال ميديا، صفحاتنا على السوشيال ميديا، وتبعتوا لنا مشاكلكم أفكاركم واقتراحاتكم. وعايز أقول قبل ما أختم، عايز أقول تحية للقوات المسلحة المصرية، جيش بلدنا، جيش بلدنا اللي حامينا في كل مكان، في سيناء، في حدود ليبيا. يا جماعة الناس اللي بتهاجم الجيش دي، معلش يعني معلش، انتوا دماغكم فين؟ دماغ ازاي اصلا انت تهاجم حاجة بتحميك بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ تخيل مصر من غير جيش، تخيل معايا مصر من غير جيش. انت انا مش فاهم الناس دي عقولها فين يعني، عقولها فين؟ لا واللي يروح يدعم لك دولة تانية وبتاع وضد جيشه. يلا بقى يلا، الواحد عايز يقول كلام كتير بس نخليها الحلقات تانية، وبشكركم جدا مشاهدينا الكرام، ونلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.